بسم الله الرحمن الرحيم. من رحاب مقام سيدنا النبي شعيب عليه الصلاة والسلام، مشاعر تعانق عنان السماء حبا وودا واحتراما وتقديرا لهذا اليوم الفضيل من هذه الزيارة السنوية إلى رحاب هذا المقام الشريف سيدنا شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء. وبهذه المناسبة نقول ودعنا رمضان وودعنا ليلة القدر التي تساوي أكثر من 1000 شهر بإنزال القرآن الشريف على الرسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبوجود هذه الكوكبة من أصحاب العمائم البيضاء من أرض الجولان العريق التي تحتضن الأفاضل والأبطال، وبهذه المناسبة نبث إليكم كل مشاعر الاحترام، وأخص بالذكر أخي فرات نصار، نقول إليكم كل عام والجميع بألف خير، ونتمنى السلام يعم في شرقنا الحبيب والعالم أجمع، وكمان مرة رمضان كريم، وكمان مرة عيد الفصح المجيد وعيد بيسح للطوائف اليهودية، وشملنا كل الطوائف من جميع الهيئات الدينية والزمنية. وفقكم الله من رحاب هذا المقام الشريف، دمتم سالمين وكل عام وأنتم جميعا بألف ألف خير وصحة وسعادة وهناء على مدى أيام طويلة حتى نشعر بالطمأنينة والسلام، وحياكم الله.